صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير لكل من يتابعنا عبر برنامج دبي هذا الصباح. اليوم في فقرة التغذية رح نتكلم عن الكينوا. فتقديراً لخصائص نبات الكينوا المتعددة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 67 التي عقدت مؤخراً في نيويورك أن عام 2013 هي السنة العالمية للكينوا، ويشيد هذا القرار بالقيمة الغذائية لهذه الحبوب الذهبية القديمة والتي لديها قيمة استراتيجية كبيرة للتغذية والأمن الغذائي للإنسان، حيث تساهم نبتة الكينوا بنسبة عالية في تحقيق الأمن الغذائي. وتعتبر الجودة الغذائية لهذه النبتة وتنوعها الجيني وقدرتها على التكيف مع مختلف المناخات وجميع حالات التربة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إنتاجها، هي سمات رئيسية تجعل من الكينوا محصول متنوع يمكن زراعته في مختلف أنحاء العالم. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن نبتة الكينوا وفوائدها الغذائية وفوائدها الصحية، يسعدنا اليوم في دبي هذا الصباح أن نستضيف خبيرة التغذية زينة يونس من مركز لايفلي. صباح الخير يا زينة. صباح الخير، كيفك؟ زينة، في البداية شو هي الكينوا؟ يعني سمعنا عنها مؤخراً كثيراً، بس قولي لنا باختصار، وحتى لو حبيتي تفصلين بس خلينا نفهم شو هي الكينوا. اوكي، هلا هي الكينوا هن بصنفوها تحت القمح، لا سوري، تحت الحبوب، لانه هي طبخه وطعمتها بتشبه الحبوب، بس هي بالفعل هي بذره. نعم، هي بذره، ومثل ما قلتي انه بذره قديمه كثير، وبتجي بعده الوان. في عندنا هون لون البيج، وبيجي كمان اللون الاحمر ولون الاسود. ثلاث الوان. ثلاث الوان بتجي، اي مزبوط. نعم. انزين، قولي لنا زينه، شو هي الصفات الغذائيه للكينوا؟ هلا الكينوا مفيده كثير، فيها كثير معادن وفيتامينات، وفيها من كل المواد الغذائيه اللي ممكن نحن نفكر فيها. نعم. يعني اذا بنطلع هون كوب واحد من الكينوا بيحتوي على 222 سعره حراريه، فيه 8 جرام بروتين، فيه 5 جرام الياف، وفيه 39 جرام نشويات، و4 جرام دهون. يعني في عنا من كل المكونات الغذائيه. نعم. غير عن هيك كمان غنيه بالمعادن والفيتامينات، غنيه بالفوليت وبالمغنيسيوم وبالبوتاسيوم وبالنحاس وبالمنغنيز، لكلهم هدول عندهم فوائد لحالهم. يعني ما شاء الله، يعني هي فعلا نبته غنيه بكل هالمواد المفيده والمهمه للجسم. زينه، شو اللي يميز نبته الكينوا او حبوب الكينوا عن غيرها؟ هلا اهم شيء، يعني اللي بتميزها اكثر شيء، هي انه عندها البروتين بقلب الكينوا هو بروتين كامل، معناتها يعني كل الاحماض الامينيه اللي هي اساسيه اللي نحن ما فيها ناخذها، ما في جسم ما بيصنعها، لازم ناخذها من الاكل، موجوده بالكينوا. فهيدي بتساعد العالم اللي بيكونوا نباتيه، لانه هن بدهم مصدر بروتين يكون جيد. فالكينوا هو مصدر فينا نستعمله ونستبدله بدل اللحوم وبدل المواد الحيوانيه، يعني النباتيه ما فيهم ياخذوها. يعني احنا ممكن نستبدلها بدل اللحوم ولا بدل الحبوب؟ بدل اللحوم. إيه، لانه بروتين بقلبها كامل مثل البروتين اللي بنلاقيه باللحوم. نعم. فهيدي اول شغله. ثاني شغله انه فيها نسبه بروتين اعلى من غير الحبوب، يعني اذا عم نحكي الكوب فيه 8 جرام بروتين، الرز الاسمر فيه 5 جرام بروتين، فنسبه البروتين فيه اعلى. نعم. كمان في عنا المعادن اللي فيها، مثلا البوتاسيوم، البوتاسيوم، المنغنيز، النحاس، الحديد، كل هدول بنلاقيهم بنسبه اعلى من ما بنلاقيهم بالذره وبالقمح، ونفس الشيء نسبه الصوديوم فيه كمان اقل من اللي بنلاقيه بالذره وبالقمح. نسبة الصوديوم فيها أقل. يعني هي مفيدة جدا للي عندهم ضغط. مزبوط، اللي عندهم ضغط، بلس لأنه كمان فيها نسبة بوتاسيوم عالية ونسبة مغنيسيوم عالية، هدول الاثنين بيفيدوا للعالم اللي عندهم ضغط دم كمان أيضا. انزين، شو هي الفوائد الصحية للكينوا؟ هلا الكينوا بتفيد كثير عدة قصص. أول شيء لأنه هي ما فيها البروتين الجلوتين اللي بنلاقيها بالقمح وبالشعير. سوري زينة، بس فهمينا أو فهم المشاهدين شو هو الجلوتين، في بعض الناس ما يعرفون. جلوتين هو بروتين بنلاقيه بالويت، بالقمح وبالشعير وبالأوتس. هيدا نوع جلوتين، بروتين، هو بروتين بنلاقيه بهالمأكولات. نعم. كل شيء، معكرونه، باستا، خبز،
في عالم عندهم حساسيه من هذا البروتين وبصير في عندهم مشاكل صحيه من وراها. بكل المرض اسمه سيلياك ديزيز. فهول العالم ما فيهم ياخذوا يعني مأكولات معموله من القمح مثل الخبز مثل المعكرونه مثل الباستا، فهن بيلجؤوا لغير مواد. شو يسبب هالمرض؟ هذا مرض يعني بصير ذاتي، واحد بصير معه بنسميه اوتو اميون. ممكن يعني في عده اسباب، ففي عالم بيكون بصير معهم فجاه هيك، فهيدا بصير اسمه سيلياك ديزيز، ببطلوا فيهم يتناولوا هالاطعمه. فالكينوا هو بطبعه ما فيه جلوتين، ما فيه هالبروتين، فالعالم اللي عندهم هذا المشكله الصحيه السيلياك ديزيز فيهم يتناولوا الكينوا بدون ما يخافوا انه يصير في عندهم حساسيه ضده. هيدي اول شغله. ثاني شغله كثير منيحه للي عم يجرب يضعف، عم يجرب كمان يعمل كنترول على وزنه، لانه فيها نسبه الياف عاليه وفيها بروتين كمان، وهو اثنين سوا بسببوا الشبع. فاللي بيكون عم يجرب يضعف اذا بتناول كينوا فهيدي بتساعده انه يشبع اسرع. ثاني شغله منيحه مثل ما قلنا للي معه ضغط دم، لانه كمان فيها نسبه بوتاسيوم عاليه ونسبه مغنيسيوم عاليه، يعني نسبه البوتاسيوم اللي نلاقيها بقلب الكينوا هي بتتقارن مع نسبه البوتاسيوم بالموزه اللي هي عاليه كثير بالبوتاسيوم. كمان منيحه للي عندهم مشاكل كوليسترول، لقوا دراسات انه الكينوا بتساعد انه تخفض الكوليسترول بالدم. جميل. وكمان خصوصي كمان في نسبه فايبر فيها، والفايبر هي بتخفض الكوليسترول. للي معهم سكري كمان كثير بتفيد. الكينوا زيادة عن هيك عندها مضاد اكسده بقلبها وعندها مضاد الالتهابات، فهدول كثير منيح كمان اللي بيكون معه سكري، وغير انه فيها كمان نسبه الالياف والبروتين اللي هن بيرجلجوا السكر بالدم. وكمان في عنا يعني بينوا الدراسات انه ممكن تخفف من يصير في خطر سوري من خطر السرطان. من وراء مضاد الاكسده اللي فيها، ومنيحه للقلب لانه كمان فيها نوع من الدهون غير مشبعه. يعني صحيح الكينوا في عندها دهون، كميه دهون اعلى من الخبز الاصفر مثلا، بس هي يعني نوع الدهون هو النوع اللي بفيد، هو اللي بالعكس كثير منيح للقلب. كمان ما يعني لانه لقوا انه هضمه سريع، فهي ما بتسبب يصير في تحسس، فكثير مفيده اذا بنعطيها للاولاد، فينا نعطيها للاولاد بدون ما نحرك انه نخاف يصير في معهم حساسيه. منيحه للي عندهم صداع قوي، لانه المغنيزم اللي فيها هي بتريح الشرايين الدمويه، فبتخفف الصداع كمان. يعني ننصح اي حد ممكن يصاب بالصداع على طول يروح يتناول الكينوا. مزبوط. انزين شو الحالات اللي لازم نتجنب فيها الكينوا؟ هلا في حاله واحده لازم واحد ينتبه اذا عنده اياها، العالم المعرض يصير في عندها بحص بالكلى، في نوع في معدن في سبستنس اسمه اوكزاليت، هيدا الاوكزاليت للعالم المعرض يصير في معه بحصات بالكلى يعني بتجمع مع الكالسيوم وبتعمل بحص، فهو العالم اللي هن مفروضين مفروض انه ما ياخذوا او يتبعوا نظام قليل بالاوكزاليت لازم يخففوا من الكينوا، لانه ممكن يزيد. شو الاوكزاليت؟ الاوكزاليت هو نوع برودكت بنلاقيه بالنبات بالمأكولات. فهو اتس سبستنس يعني برودكت، فموجود بالمأكولات، بنلاقيه كمان بالخضار الخضراء مثل السبانخ. فالعالم اللي بيكون معرضين لهل يصير عندهم بحث بالكلى لازم ينتبهوا من ما يتناولوا كميات كبيره من ال قولي لي يا زينه كيف ممكن نطبخ الكينوا؟ هلا الكينوا طبخه مثل ما نطبخ الرز، بس تنطبخ بصير شكلها مثل الكسكس، بيكون عندها درب شوي كرانشي. فشو بنعمل؟ كل كوب كينوا بنحط بداله كوبين مي. هلا في شغله بدنا ننتبه منها، انه الكينوا بذرتها في طبقه على البذره اسمه سابونينز، هذا نوع من الصابون. هيدي موجوده هي على البذره كرمال ضد الحشرات يعني بالطبيعه. فنحن هيدي بتعطي الكينوا مثل طعم شوي حاده، فلازم قبل ما نطبخ الكينوا شوي نغسلها بالمي كمان نخلص من هيدا السابونين. وبعدها بنغسلها مثل ما بنغسل الرز، بنسلقها بنحطها بنسكر عليها بننطر عليها ربع ساعة وبتكون جاهزة. طيب من وين ممكن نحصل على الكينوا زينة؟ ايوه شو قصدك من اي محلات؟ من اي محلات؟ من كل السوبر ماركت بنلاقيها موجودة حاليا في كل مكان. موجودة بهيدا اللون وبالاحمر وبالاسود، بس اكثر شيء بنلاقيه هيدا. انزين زينة قولي لي باختصار عن وصفة سريعة للكينوا. هلا كينوا فينا مثلا اذا نعمل تبوله بدل ما نحط البرغل للعالم اللي عندهم مشكله السيلياك ديزيز، لانه ما فيهم ياخذوا برغل، البرغل كمان فيه قمح،
فهول العالم فينا نحط بدل كينوا فبصير عندنا كينوا تبولة. نعم. بدل البرغل بنحط الكينوا. فينا نعمل مثلا سلطة كينوا بنحط فيها أفوكادو بنحط فيها شمندر بنحط فيها كمان مع شوية كينوا بنخلطها مع حامض وزيت. ففي يعني كلها باردة في يعني كلها سخنة. نعم. يعني كلها سخنة بنحطها مع مأكولات اللي هي ما فيها البروتينات الكامل فبكملوا بعض. يعني مثلا إذا بنحطها مع حمص حب. نعم. ومع خضار كمان ومع شوية صوص فيها نحط حامض هي بتعملنا كمان طبخة. فيها نعملها كمان مع السمك مع السلمون بدل الرز بنحط عجنة بالكينوا بتشبع وبتفيد وكتير طيبة. شكرا لك، شكرا لوجودك خبيرة التغذية من مركز لايفلي زينة يونس، وإن شاء الله نرجع نلتقي في مرات قادمة.